بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدويا إنما يكونوا من
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ولا
فإنما يتزكى
وما
ولؤلؤا ولباسا
قل أرأيتم شركاء
أشد منهم قوة
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله